رجعت للمطار مرة ثانية بعد 15 يوم تقريبا، واليوم مسافر إلى آسيا الوسطى وبالتحديد إلى كيرغستان. فتقريبا رجعت مع بداية العشر الأواخر للدوحة وقعدت في العيد هنا وكل شيء. فاليوم يلا بدينا سفرة جديدة. فأنا اليوم حاجز مع فلاي ناس اللي هو طيران ناس، فعندي ترانزيت في جدة، بقعد ساعتين في جدة وبعدين خمس ساعات إلى بشكيك اللي هي عاصمة كيرغستان. المختلف هالمرة عن السفرة اللي طافت واللي كانت سفرة مصر، إنها كانت سفرة قصيرة لمدة أسبوع واحد بس، ولا كان ثمانة أيام ما أتذكر صراحة. لكن المرة هذه بما أن رمضان خلص وكل شيء يعني، فهذه المرة إن شاء الله أقل شيء بسافر شهرين يعني على طول، نفس ما سافرت السنة اللي طافت إلى دول كثيرة. شهرين رحت فيتنام وهونغ كونغ والصين ومكة ومنغوليا وروسيا، كل هذه الدول سافرتهم في شهرين. فإن شاء الله هالمرة ناوي نفس الشيء، يعني رح أبدأ في قرغستان، بعدين بروح إلى أوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان، بعدين بشوف يمكن روسيا وما أدري يعني وين بالضبط، بشوف وين يمكن بتكون طيارات رخيصة وعوامل ثانية يعني موضوع الفيزا وكل شيء وهذه الأشياء يعني. فإن شاء الله ناوي أقل شيء بسافر شهرين، وبعدها بشوف إذا كان فيني حيل يعني، إذا كنت رح أقدر أكمل، ما كنت تعبت نفسيا وشي يعني موضوع الأكل آخر مرة كان تعبني أكثر شيء في الصين ومنغوليا وروسيا. يعني روسيا كان يعني زين بعد، لكن اللي قبله كان موضوع الأكل تعبني جدا، شهرين تعبت من الأكل يعني ما حصلت الأكل حقنا. فبنشوف إن شاء الله إذا هالمرة نفس، إذا يعني ما كانت هذه المعاناة نفسها، فإن شاء الله يمكن السفر الطول أكثر من شهرين وأروح دول أكثر في سفرة واحدة بس. اللي خلاني أختار آسيا الوسطى إن مثل ما تشوفون يعني للحين الحمد لله الصيف يعني الحرارة الزايدة للحين ما صارت يعني، فمثل ما تشوفون الأمطار موجودة، فنفس الشيء في آسيا الوسطى يعني، فللحين أتوقع الثلوج موجودة عندهم، وإلا لو يعني تبي شوية أجواء باردة هناك فلازم تنتظر لين بعد الصيف يعني مع نهاية السنة هذه. فهذه الفترة يعني فترة الشهر هذه بس يمكن تلحق فيها أجواء باردة نوعا ما يعني، بعدين رح يبدأ الصيف، الأراضي رح تكون هناك خضرة وكل شيء، لكن اللي هو البرودة الخفيفة هذه ما رح تحصلها بعدين. فقلت هذا الشهر واحد بس خليني ألحق وأشوف يعني إذا حصل ولا لا. خلونا يعني أنا متوقع يا في قرغستان يا في كازاخستان، بما أن طيران ناس من الطيارات اللي هي الاقتصادية يعني، فلازم نروح نوقف هالطابور ويودونا بالباصات مثل ما تشوفون من جدة، والناس محرمين ما شاء الله يعني. فهذه يمكن من المرات النادرة اللي طلعت فيها بالباص. خلينا نشوف، هذا هو مبنى المطار مثل ما تشوفون، يعني واحدة من هذه الباصات اللي نفس هذه بتودينا للطيارة، والله أعلم يمكن هذه أول مرة أو يمكن ثاني مرة، الصراحة مو متذكر والله، إذا من مطار الدوحة يعني مطار الدوحة تطلع باص هذا شيء نادر جدا، والله يمكن أول مرة. الطيارة ما طلعت كثير كبيرة وصغيرة وفاضية بعد، يعني أنا من أوائل الناس اللي دخلوا، وكالعادة مثل ما خبرتكم أطلبوا عند باب الطوارئ، فأنا عطوني عند الباب. هو غالبا الشركات الاقتصادية يعني الطيران الاقتصادي ما يعطون عند الباب، حتى لو كان فاضي ما يعطون، يخلونه فاضي ما يخلون حد يركب إلا وهو دافع يعني، بس ما أدري شلون فلاي ناس عطوني يعني. وطبعا ليش تاخذ عند الباب؟ هذا هو المساحة تكون هنا أكبر عند مخرج الطوارئ، والكراسي الثانية هنا المساحة تكون أضيق، فركبتك تضرب في الكرسي اللي قدامك. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وصلت مطار جدا الحمد لله، مطار جميل، فبقعد ساعتين هني وبعدها الى كيرغستان ان شاء الله الى مدينة بيشكيك. هني حصلت شيء ما كنت اتوقعه اللي هو البيك، من بعد كاس العالم شالوه خلاص، جابوه لفترة بسيطة في الدوحة وشالوه، فوالله ما توقعت اني اشوفه، بس للأسف ما عندي وقت عشان اروح له لانه ساعتين بس ونص ساعة راحت في الاجراءات، فلازم ألحق بسرعة على الرحلة اللي بعدها. الرحلة الأولى كانت مريحة جدا لأن الطيارة كانت فاضية أصلا، فأتمددت على الثلاث كراسي ورقدت يعني يمكن فوق الساعة، لكن للأسف أو الرحلة الجاية يعني بتكون فوق الخمس ساعات، وأنا أصلا جاي للجهة المعكوسة يعني كأني من الدوحة كأني بروح كيرغستان على اليمين، بس أنا جاي جدة على اليسار. فهذا الساعتين هذه اللي جيت فيهم على جدة هذه ساعات، فلازم أرجع فيهم مرة ثانية يعني. فاللي بيصير إني برجع يعني يمكن أمر من فوق الدوحة مرة ثانية ما أعرف،
وانا ليش جاي هنا؟ ليش ما اخترت على طول؟ لان هذه ارخص رحله حصلتها ب 1000 ريال تقريبا او يمكن 999 وبفلاي ناس يعني من الدوحه الى هني، من جده ومن جده مره ثانيه الى كيرغستان. رحت عند البوابات وللحين ما فتحوا، فرجعت لهم وخذيت طلبت اللي هو برجر وبعدين المسحه بالعادي طلع لي ب 26. خلاص الحمد لله قدرت الحق على الطلب، والحين لازم ارجع بسرعه للطياره. صار وقت الصعود الى الطياره المتوجهه الى بشكك. الباص صاير فل فقاعدين ننتظر الباص الثاني. الحين لاحظت ان انا يمكن الاجنبي الوحيد على هذه الرحله، لانهم كلهم ما شاء الله من كيرغستان ويعني عوائل وناس، بس يعني انا يمكن الاجنبي الوحيد. انا الحين لازم اخذ فيزا عند الوصول اللي هو فيزا اون ارايفل، فالحين قاعد ادور المكان، يعني انا الوحيد اللي محتاج فيزا والبقيه كلهم دخلوا يعني من الطياره اللي جيت فيها. فالحين قاعد ادور على المكان والموظفين حتى كلمه انجليزي ما يتكلموا. الله يعين. هذا هو المكان اللي تاخذ فيه الفيزا. مكتب الفيزا بكبره مسكر وقال لي دق، فدكيت وجت لي الحرمه. لما انا كنت باخذ الفيزا كان مقفل، بس الحين خلاص في ناس بعد يجوا. انا كذا خلاص خذيت الفيزا وقيمتها تقريبا 52 ولا 53 دولار كذا، فالحين رايح الاميجريشن على اساس ندخل. خلصت الاجراءات وختموا لي على الجواز، ومع ان هذا هو المطار الرئيسي حق الدوله يعني، بس مطار صغير جدا ويمكن اجمل مطار، لان برا كله اراضي شاسعه كذا خضراء، ولا شفت يعني ولا مبنى واحد. فهو الظاهر المطار بعيد عن المدينه او يمكن ما عندهم ولا مباني. شوفوا حتى الاغراض يعني شلون واصله الشنط، كله كذا مكان صغير جدا، يعني ما تحس انه مطار العاصمه الرئيسي يعني. مع كل الكلام اللي قلته ما شاء الله عندهم تشكيله ايتيمات، اي ايتيم تبيه يعني. فانا اللي شفته يعني حسب اللي قريته اونلاين ان هذا زين اللي هو البول الاحمر، وفي واحد ثاني فبسحب واحد منهم يعني. خلينا نشوف. يقول لي ما اقدر اطلع اكثر من 2000 سوم. 2000 سوم 100 ريال يمكن او اقل، حتى 80 او 90 ريال، فما ادري. خلاص بشوف لي بنك ثاني. والبنك الثاني اللي كنت قاري عنه اللي هو هذا الدمير بنك. خلينا نشوف يمكن زين. كاش درون. Please choose your currency. Kyrgyz. ايوه هني اعطيني خيارات اكثر. خلنا نسحب 10,000 واللي هو تقريبا يعني 120 دولار كذا، وبياخذ 200 دولار اضافي على يعني لاني بسحب، فياخذ 200 بفلوس مو دولار يعني. No. كذا أكون سحبت 10,000 بفلوسهم يعني اللي هو 120 دولار تقريبا. سحبت الفلوس وكل شيء، وصار الوقت ان انا اشتري شريحة من هذا المكان. فالمهم خذيت النت ب 500 سوم وانليمتد يعني غير محدود الاستخدام، فنشوف ان شاء الله الوضع يكون زين. كذا نكون الحمد لله رسميا دخلنا الدولة، يعني طلعنا برا المطار ودخلنا بشكيك. You have location? Location you have? Okay. حجزت التاكسي عبر تطبيق ياندكس، وياندكس وحتى حق الخرائط اللي هو توجس نفس التطبيقات تمشي حتى في روسيا وتقريبا كل الدول اللي كانت تحت احتلال، او يعني اللي كانت تحت الاتحاد السوفيتي، كازاخستان وكيرغستان واوزبكستان، كل هذه التطبيقات راح تمشيك في الدول هذه كلها يعني. فانا ما احتجت انزل تطبيقات جديده ما كنت اعرفها، عشان كذا الوضع سهل يعني للحين. التاكسي نزلني هني بين المباني هذه كلها، وانا الصراحه ما اعرف الهوستل اي جهه، لان مكتوب يعني في الخريطه يقول لي الهوستل هنا، وهنا مثل ما تشوفون يعني مسكر ما في طريق، فيمكن في هذا المبنى، وانا قدام السوبر ماركت هنا عموما. فالحين قاعد ادور على الهوستل، وهذا الشيء يصير كل مرة تقريبا لما توصل لمكان جديد وما تكون متعود على الخرائط.
لان شوي شوي بعدين تتعود وتفهم ان كل دوله لها نظامها في الخرائط. المهم ان الخرائط كان يقول الهوستل هناك بس طلع هناك. فطلع لي الرجال، اتصلت عليه واتساب، فطلع لي وقال لي تعال هنا، هذا وقاعد ينطرني هني شراش وكذا، فتقدر تفهم انه هوستل على طول. هلو، ثانك يو فور كومينج اوت. هذا الهوستل نوعا ما حلو، عطونا يعني هذا اللي تحصله في الفنادق وكذا من على يعني. الشيء الحلو اللي حاطينه في الهوستل ان هم مسوين هني خريطة العالم، وانت تحط دبوس على الدولة اللي انت منها. فاللي لاحظته انه يعني من افريقيا كلها ما حد جاء منها غير من مصر، اللي هو تقريبا يعني من الاسكندرية هنا. وبعدين قلت انا بعد بحط لي دبوس، فشفت في دبابيس كثيرة في الهند، وبعد في حد حاط دبوس في قطر يعني، فيعني كله مليان. شوف شلون، فحتى يعني السعودية حد حاط هني دبوس، هني جدة ولا ما ادري انتوا قولوا لي بالضبط وين، هني جدة اظن، ففي دبوس هني، وفي حتى في عمان في دبوس، والامارات بعد هني في دبوس، والعراق في دبوس، وفلسطين ما ادري يمكن من فلسطين ويمكن من الكيان يعني. فالمهم في دبابيس في دول كثيرة. رقيت شوي وطلعت الحين اتمشى في المدينة، والشيء اللي شفته للحين ان ما في فرق كبير بين هذا المكان يعني اللي هو بشكيك وبين منغوليا. انا يعني رحت عاصمتها أولمباتار، فما حسيت انه في فرق كبير يعني، حتى الناس تقريبا نفس الاشكال. ويعني اتوقع لو انا كنت راقد هناك يوم كنت هناك وصحيتني وحطيتني هنا ما كنت راح اميز اصلا ان هذه مدينة ثانية. ويمكن هذه ميزة الاتحاد السوفيتي، يعني كل الدول اللي كانت تحت الاتحاد السوفيتي كلها تقريبا نفس الطبع نفس الاشكال وكذا، بس الفرق الرئيسي انه هني المسلمين اكثر، وهناك اصلا المسلمين ما كانوا يذكرون اساسا. هني طبعا المسلمين اغلبيه، لكن يعني طبعا مو كل واحده محجبه وكذا، لكن بين فتره وفتره تشوف لك واحده محجبه. وبعدين حتى المساجد تحصلها في كل مكان، يعني هناك في منغوليا ما تشوف مساجد، هني انا حصلت مسجد على بعد كيلو، المساجد كثيره في هالمكان يعني. خذيت باص وجيت لهذا المحطه، وشفت قدام على طول يعني قدام المحطه شفت انه في مطعم حلال، فخلاص بروح المطعم. جيت وقعدت داخل هني، وهذا هو المنيو حقهم، وانا مو فاهم شيء، فاللي عرفه كلمه هلو هلو اكسكيوز مي هلو بيلاو بلوف باي بيلاو وي بيلاو ليش انجلش منيو نو نو انجلش منيو اوكي بيلاو ليس وان يا واشوف شنو المشروبات نو نو بيبسي نو كولا نو ووتر جاست ووتر سو كامبوت. المهم قالوا لي انه في مشروب اسمه كامبوت، شيء عصير تفاح اللي فهمته يعني، فطلبته وخلينا نشوف وش راح يصير يعني وش راح يطلع معي. الخلاصه اللي كنت بيقول اني كنت اعرف كلمه اسمها بيلاو اللي هو رز ولحم يعني، فهذا هي قالت لي يعني هذا هو بيلاو، فطلبته. الاكل وصل يا جماعه، هذا هو البيلاو نفس ما طلبته يعني، اللي هو اللحم ورز، وش اعطوني معه شويه شطه وعصير برتقال يعني وعصير تفاح. والله اليوم قاعد الخبط كثير ما اعرف شو السالفه، انا كنت خايف يكون السكر كثير بس حلو السكر مو كثير. اعتقد كذا راح ينتهي الفلوج الاول. شفنا يعني خذينا لفه خفيفه على المدينه وشفنا اشياء، ووصلنا اهم شيء الى العاصمه، فان شاء الله الفلوجات الجايه هي اللي راح تكون فيها اشياء اكثر. فيلا نشوفكم ان شاء الله، لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك، مع السلامه.